اهلا بكم في فيديو جديد. ضحكوا عليك يا مسكين وقالوا لك ان في اوروبا بلد حريه الراي وحقوق الانسان وخلاص عايز تحضر باسبورك علشان تسافر. ضحكوا عليك وقالوا لك ان الدول العربيه ما بتقبلش حريه الراي واننا مش واخدين حقوقنا. بعد الفيديو ده هخليك تغير رايك وتعرف الوجه الخفي للغرب. جهز مشروبك المفضل واربط حزام الامان وبسم الله نبدا الحلقه. اكلمكم النهارده عن واحده من ابشع طرق الاهانه اللي تعرضت ليها ساره بارتمان. احنا ممكن ما يكونش عندنا تطور تكنولوجي ولا اجهزه اخر صيحه، بس عندنا الاهم، عندنا قلب سليم بيعرف ربنا، عندنا الرحمه والموده، عندنا الشهامه والطيبه اللي ما بنفرقش بيها بين ابيض واسمر او حتى اسود. نرجع لموضوع ساره بارتمان. اتولدت سنه 1789 لاحد القبائل الافريقيه اللي معروفين بقبائل الخويخوي. اهل ساره ماتوا بسبب الاستعمار الهولندي. بعد ما اهل ساره ماتوا اتجوزت ساره وجوزها هو كمان مات، وفضلت ساره وحيده لحد ما تشوف معاناة ومأساة في حياتها. لما كان عندها 20 سنة كانت بتشتغل خدامة عند الهولنديين، لأنهم في الوقت ده كانوا مسيطرين على نص أفريقيا، والنص التاني للأسف متقسم على بريطانيا وفرنسا. وبالمناسبة الدول دي هي اللي بتطالب بحرية الرأي وحقوق الإنسان. طب إزاي؟ حد يقنعني. في يوم من الأيام كان في شخص إنجليزي اسمه دونلو جاي زيارة للجماعة الهولنديين، فشاف سارة هناك بالصدفة. وبالمناسبة آسف في اللفظ، يعني سارة كان عندها مؤخرة كبيرة ومش عادية كمان، كانت كبيرة جدا، كان شكلها غريب، وعلى فكرة ده مش تنمر، بس علشان تكمل الصورة ليه. نرجع تاني. أول ما دونلو شاف مؤخرة سارة قرر إنه مش هيمشي من البيت ده غير لما ياخد سارة، سواء بالعافية بالفلوس بأي حاجة، أي طريقة، المهم ياخد سارة زي ما يكون البلد والشعوب من حقهم ولاد التيت. سارة كانت رافضة تروح معاه، بس هي للأسف يتيمة ملهاش حد، والدها ووالدتها توفوا، وحتى جوزها كمان اللي كان سند ليها اتوفى هو كمان، وبقية أهلها هم كمان عبيد عند الهولنديين. دونلوب وعدها بالمجد والشغل، وسارة علشان تخرج من الفقر اللي هي فيه وافقت بعد معاناة من دونلوب إن هي تروح معاه للمجد والشهرة. وركزوا في كل كلمة هقولها. المهم خلاص سارة اقتنعت وراحت معاه، ويا ريتها مرة لما خدها معاه قال لها إن هو عالم ودكتور، وإنه هياخدها معاه علشان بيحضر بحث، وإن من شروط البحث بتاعه علشان انه يكتب على حاله شاذه وغريبه في المجتمع. وطبعا مفيش اغرب من مؤخره ساره، ده الكلام اللي قاله دولوب لساره علشان يقنعها تيجي معاه، وطبعا ده كله كلام. المهم في سنه 1810 وصلت ساره لندن، وهنا بدايه الصدمات لساره. ساره اتسلمت لمدرب في سيرك بيكاديلي في لندن، واتعاملت ساره كالحيوان. ساره كانت بتتجرد من ملابسها وتعمل فقرات في السيرك وهي عريانه، واللي عايز يلمس مؤخرتها يدفع تذكره زياده. بس كده لا، اللي جاي افظع. في واحد من الناس اللي كانت بتتفرج على الفقرات، وشوف انا بقول ايه، واحد من الملايين والالافات اللي كانت بتتفرج على الفقرات اللي بيقولوا فيه حريه الراي وحقوق الانسان. المهم الشخص ده رفع قضيه على صاحب السر، وقال ان ساره بتتعامل معامله بشعه في السر، وان الانسان ما ينفعش يتعامل فيه كده. ولما وقفت ساره في المحكمه وسالوها الكلام ده صح، للاسف ساره قالت بعمل كل ده بمزاجي، محدش غصبنا عليه. طبعا انت دلوقتي زعلت منها. ثانيه واحده حكم فيها عقل، لو مكانها وبتعمل حاجات بشعه بس عايش، ولا تقول كلمه حق وتموت عشان مالكش ظهر؟ عارفك هتقولها موت اشرف، وده للاسف كلام، لانك لما تتحط في الموقف وتتحط تحت تهديد هترضى بالامر الواقع وهتسكت، وده اللي عملته ساره بالظبط. بس لو القاضي عنده 1% رحمه كان هيعرف الحقيقه فين، بس هو ما يفرقش معاه. رجعت ساره للسيرك عشان تتعامل ابشع من الاول، وخلوها تمشي على ايديها ورجليها زي الحيوان بالظبط، واتنقلت من سيرك في لندن لسيرك في باريس. هناك اكتشفها دكتور جراح اسمه جورج كوفيه، وبالمناسبه ده الجراح الخاص لنابليون بونابرت. جورج ده نشر ابحاث كاذبه وفيها كميه غل وعنصريه كبيره جدا. قال في ابحاثه ان الافارقه اصل جيناتهم قرود، وقال ان جينات البشر هي الجنس الاوروبي فقط، يعني اي حد مش من اوروبا حيوان. قالها صريحه. طب بذمتكم هي دي حقوق الانسان؟ ومن عصر جورج لحد وقتنا دلوقتي واحنا بنشوف العنصريه دي في كل مكان، في الملاعب وفي الشوارع وفي كل بقعه على ارض اوروبا اللي بينادوا بحقوق الانسان. ساره اتعمل فيها العجل، اغتصاب وضرب وتمثيل بجسمها وكل اللي تتخيلوه، لحد ما قررت انها تشرب كميه كبيره جدا من الكحول وتخلص على نفسها. وفي 1816 ماتت ساره. المفروض خلاص كده خلصت قصه ساره. لا، اصبر شويه. عندنا في الدول العربية إكرام الميت دفن، عندهم إكرام الميت التمثيل بجثمانه. سارة اتخذ منها الهيكل واتحط في متحف الإنسان في باريس. لسه برضه بتحضر الباسبور وعايز تسافر. بكده نكون وصلنا للنهاية. لايك يا سيدي وقدر مجهودي، واشترك في القناة لو حابب تشترك، فالاشتراك مجاني، مش هاخد فلوس منك ما تقلق. وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، وانتظر مني الحلقات اللي جاية إن شاء الله. بس ما تنساش تدعم الفيديو بلايك. ها؟ لايك.